إن شاء الله راح نتكلم عن العناية الذاتية للإسهال، بالرغم من أنه يعني الإسهال الناتج عن الإصابات بسبب إزعاج يسبب إزعاج للمريض جدا في بشكل عام، إلا أنه يعني يزول بمفرده من دون استعمال المضادات الحيوية، ويمكن للأدوية الغير يعني موصوفة من الطبيب تبطئ يعني الإسهال، وممكن الرجوع إلى الطبيب مثلا، ولكنها طبعا لا تساهم في عملية الشفاء، وننصحكم يعني بالرجوع إلى الطبيب المختص في هذا الموضوع، وعدم استخدام أي علاج إلا بوصفة طبية، لأن في بعض العلاجات تكون ملينة مما يعني تزيد الموضوع مما تزيد يعني المضاعفات المرضية في الإسهال. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد من السعودية الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.